تغيير الأنماط التلقائي. بإمكاننا تغيير محتوى المتحول من نوع لآخر بدون استخدام التابع set type أو حتى بدون نسخ المتحولات. بإمكانك إسناد أي قيمة إلى متحول دون استخدام نسخ المتحولات، حيث ستقوم PHP عنك بذلك. الأرقام المكتوبة في فورم HTML من قبل المستخدم سوف تكون متاحة لكود PHP الذي تكتبه، ولكن بالنمط string. إذا حاولت أن تضيف عبارتين نصيتين تحويان أرقام، PHP تساعدك بقوة في تحويل السترينج إلى أرقام numbers. لاحظ العبارة البرمجية التالية، سوف يكون ناتج هذه العبارة 70، حيث أن PHP ستقوم بإهمال المحارف غير الرقمية. بإمكانك وضع القيمة 30 سنتيمتر التي تحصل عليها من فورم HTML ضمن المتحول تيست من خلال الكود التالي، ثم تقوم بتحصيل القيمة الصحيحة انتجر وهي 30 ووضعها ضمن نفس المتحول من خلال الكود التالي. لقد تعلمت طريقتين للتحويل بين أنماط المتحولات. بإمكانك تعديل الأنماط بنسخ المتحولات أو باستخدام التابع set type. أيضا PHP تزود بتوابع أخرى لتحويل القيم إلى قيم صحيحة integer أو قيم حقيقية double أو قيم من أنماط نصية string، وتقبل هذه التوابع أي قيمة من أي متحول من مصفوفة أو غرض وتعيد القيمة المحولة. وهذه التوابع هي double val تقبل قيمة وتعيد القيمة double المكافئة لها، init val تقبل قيمة وتعيد القيمة init المكافئة لها، strval تقبل قيمة وتعيد القيمة str المكافئة لها. ما الفائدة من الحصول على نمط البيانات؟ ستتعلم في دروس قادمة كيف تحصل على بيانات من مصادر أخرى، وبالتالي سيكون عليك اختبار هذه القيم وتحويلها من نمط لآخر حتى تتمكن من تحقيق معالجة هذه البيانات والوصول إلى الغاية المرجوة من معالجتها.